بسم الله الرحمن الرحيم. اثناء المشي في وادي حيبي سعدت ان التقي باحد الاخوه الكرام لسون كريم خميس خلفان بلوشي مدرب فريق عمري يصير المغامرات وما شاء الله. قالوا له خمسه مدرب لياقه بدنيه قبل المشي، ما الذي ينبغي على المشارك ان يقوم به لتكون لياقته صحيحه؟ حقيقه قبل المشي ياخذ شويه بعض من التسخينات من اللياقه البدنيه، تسخينات لمده 10 دقائق قبل المشي. نعم. وياخذ تقريبا فنجان شاي او فنجان قهوه. لان ربما عنده الواحد عنده سكر ولا شيء. جميل. رايح يمشي 15 كيلو ما شاء الله. نعم. حسب المسير. ما أفضل اهم التمارين التي يعني يستحسن ان يقوم بها مشارك؟ حقيقة هو المشي حقيقة هو أفضل. نعم. أفضل مع السرعة. لا نعم. المشي مع السرعة. لكن تمارين قبل المشي، ما أبرز تمارين المناسبة؟ هو فك العضلات. جميل. فك العضلات. نعم. ممتاز. ما أبرز المشاكل التي قد يعانيها من يشارك في المشي ولا يقوم بالتسخين؟ حقيقة هو بعض الأحيان يكون عنده المشارك هو اللاعب يجي شد عضلي. شد عضلي. نعم. شد عضلي ويجي بعض الاحيان يعني ارهاق. نعم. ارهاق زي ايش الارهاق؟ في الصدر. نعم. يقول الاكسجين مثلا او شرع. نعم. او سبحان الله يعني هذا اللاعب يعني شمس صابت الشمس ولا حاجه. جميل. رساله. نعم. تحب ان توجهها للمشاركين في برامج المشي؟ أوجه رسالتي لإخواني المشاركين. نعم. حقيقة دائما يتروا أنه يسخن يوميا. نعم. وبشكل يومي. أه. وإذا ما حصل بشكل يومي على الأقل شيء يوم ثانوة. نعم. يسخن من 10 إلى 8 كيلو أو إلى 15 كيلو. ما شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله بالحديث إليك. الله. بارك الله فيك. الله يحفظك. آمين جميعا. الله يحفظك إن شاء الله.